بالنسبة للمحاضرة دي لأن هنعدي شوية على الريبيتد كونسيبتي بعد الفيلير بتاع الكونسيبتي. وبالتالي قلنا نغيرها بدل مينيمال انفيزف سيرجري هتبقى مينيمال انفيزف تكنيكس. لسه ما بيستجبش في التقليب يا باشمهندس. خلاص اوكي. طيب ماشي شكرا. فسعدت قوي ان الدكتور عبد الخالق جه لمح على حكايه ان البونسيتي بوست بونسيتي بونسيتي بوست بونسيتي لغايه ما نزهق والامتى ما احناش عارفين. فالكلام ده كان يمكن كان حوار والظروف كنت برضه مع الدكتور عبد الخالق في روما وكان دوبس ماتيو دوبس كان هو نفسه التشيرمان بتاع سيمبوزيوم وكان معانا اللي هي مونيكا نونجيري ما كانتش هي موجوده كانت انا اللي هي زميلتها في البيبر اللي هنتكلم عليها. كانوا بيتكلموا على البونسيتي بعد البونسيتي يعني احنا عشان نتكلم نقول بوست فيلير اوف مانجمنت اوف بونسيتي مش هنخش على السيرجري على طول. النهارده اصبح في حته ثانيه لازم نركن عندها شويه اللي هي ايه البونسيتي ثاني برضه. بس طبعا المشكله ان البونسيتي ثاني طب ولغايه امتى البونسيتي ثاني؟ هي دي مشكله ومعضله وسؤال ثاني. بنفتكر من النهارده احنا لسه في سبتمبر الجاي ان شاء الله ال ار اس هنعمل الميتنج وكالعاده بنعمل ستريتش شويه على الايه؟ الاورثو بلاستيك سكيلز اللي هي شغل الفلابس مع الليج والفوت والانكل. والفلابس دي اصبحت الحمد لله ناس منكم حضروا الكادافر دايسكشن لاب السنه اللي فاتت كان في وجود دكتور عمرو. ان شاء الله السنه دي هنكرره تاني على الاورثو بلاستيك سكيلز وفي اهتمام شويه على الشارك والجوينت وانكل. وفي مفاجات كتيره كمان. وفي طبعا هيبقى الاو والانترنال فيكسيشن والمانجمنت الدكتور عمرو ماسك الجروب بتاع الانترنال فيكسيشن ورك شوب وهيبقى في ورك شوب يوم كامل ورك شوب لانه اصبح في عليه اقبال. وجاي كالعاده المجموعه بتاع الايموس اللي هم امريكان مايكرو سيرجيكال اوسو بلاستيك سوسايتي عارفينهم انتوا وعارفين من الويب سايت بتاعهم رودريجيز وبيدرو وسهيل ورامي وهاني. هيجي مجموعه يمكن اكبر منهم كمان وهيجي ناس منهم من الطلبه بتوعهم يحضروا معاكم ان شاء الله هنا. فرصه هيحضروا حاجات الاو وفرصه هيحضروا الدايسكشن لاب لانه ارخص مما كانوا بيروحوا في اسبانيا يحضروا. هنبتدي بان كلام كتير على البونسيتي في معظمه بفكركم انه هيبقى على جزء منه من الكتاب بتاع البونسيتي. الكتاب بتاع البونسيتي موجود بي دي اف وقريب ننزله يمكن هو نازل وموجود بس هنكرره ننزله جديد عشان اللي عايز ياخده من غير ما يعمل مشاكل مع ان ياخده على فلاشه ولا غيره. هننزله على ال ار اس تاني البي دي اف بتاعه وهو طبعا اوريدي فري ناس كتير منكم تعرفه على الموقع بتاع جلوبال هيلب اللي هو سبونسر دي قوي واحد اسمه لين استهلي طبعا بتعرفوا الاسم ده راجل لطيف ومحترم قوي وهو اللي عامل البروجكت بتاع الكتاب انه يتعمل بي دي اف ويتوزع في العالم كله وهو الاديتور بتاع الكتاب نفسه. هنتكلم على الكلاب فود زي ما اتقال في المحاضرات اللي فاتت في اكسبريشنز كتير انتريتد ونجلكتد وكوركتد وريكارنت وريزيستنت. كونسيتي نفسه قال ان الكومبلكس هي اللي اتعالجت بحاجه غير بتاعتي ويسماها كونسيتي كومبلكس. طبعا اللي عملوا الكتاب ده منهم ناس كتير يمكن تعرفوهم زي وينشتاين وهرزنبرج وموسكا وناس كتير يعني ماركوند معظمهم تعرفوه كان الاديتور مشكورا لين استهلي في سنه الكبير ده يعني يمكن هو دلوقتي يمكن اعتقد وصل ال 90. الكلام اللي هنتكلم عليه في الكلاسيكيشن اللي عامله كونسيتي على الريكرنت كلاب والريزيستنت كلاب بناء على الكلاسيكيشن اللي هو حاطه. كان زمان الموست يعني نمبر اوف كيسز اوف اوبريشنز بالنسبه للبني ادمين كلها كان معظمهم هم في الفوت والانكل بوست الكلاب فوت او الايدفاتيك كلاب فوت. وفضل الموضوع ده مستمر رغم ان كان في طريقه مشهوره اللي هي الكايت ميثود اللي كانت بتشتغل على ال يا اما بنخلي الفالكرم بتاعنا بدل ما هو التيلس زي ما احنا عارفين دلوقتي ده انتوا ما شفتوهوش كان على الكيوبويد او على الكالكينيو كيوبويد جوينت اللي هي الحته دي. عشان كده كان بيقول بونسيتي ان عشان يتحرك ويجي النجاح اتحرك ال 2 سم دول ولا السم دول طلع من الكيوبويد او الكالكينيو كيوبويد راح الحته بتاعه التيلس يعني ما راحش بعيد بس جاب نتائج كتير. بعد الكايت ميثود كانت الدنيا ماشيه معقول والسيرجيكال كوركشن كان قليل النسبه بتاعته بس برضه فضل عالي برضه لغايه ما الدنيا اتطورت وجاب بونسيتي وله حكايه لغايه ما نشر في 63 ومحدش سال فيه. وبعد شويه المهم الناس فاقت رغم ان هو كان شغال من سنه 50 على كلامه وابتدى الكلام ده يحدث تاثير في 95 بعد زمن طويل وابتدى يبقى في ابحاث زي ما قلنا وابتدى يتغير بقى بعد ما كنا
بنشتغل ونقول ان الريت بتاع السيرجري في الفوت عالي جدا، اصبح السيرجري قليل جدا جدا جدا. وبعض الاحيان بيقولوا 4% الفيلير بس اللي بيحتاج، وبعض الناس بتقول لا ده بيوصل ل 40%. المهم من ده كله ان العالم النامي كله ديفلوبمنت كانتريز كلها اتمتعت بهذا الموضوع، والحمد لله اتحسنت ظروف الاطفال في هذه البلاد كلها. المشكله بقى اللي هي طب هو معتاد وقال وانا بعمل ده تحت السنتين، طب فوق السنتين؟ هذا الكلام الكونتروفيرسي اللي الناس دخلت فيه بعد ما وثقت في النتائج بتاع تحت السنتين، ابتدوا يمدوا ايديهم لفوق السنتين، وبالتالي هو اللي كتبه في الكتاب واللي عمله بيقول انا سنتين بس. طبعا الناس بقت تقول طب مش مانع اننا نحاول، ما هو ده كله كونسرفاتيف مع ملاحظه الايه؟ الكومبليكيشن، وناخد بالنا. وده اللي ابتدى الناس تتابعه وتبتدي تظهر الايرا الجديده بتاع الجرين لايت، ان نستخدم برضه البونسيتي بعد البونسيتي. بعد البونسيتي هتلاقي الفيلير اللي هيكون عباره يا اما ريلابس يا ريكارنت يا ريزيستنت. في المجموعه دي الريلابسز ولها حلول، والريكارنس بتاع الاكواينس برضه ولها حلول، مش هنخش في الكلام ده عشان انا بس قصد رساله معينه. وبرضه الفيروس ريلابس برضه لها حلول، والدايناميك سوبينيشن، كل دي ريلابسز من البونسيتي اللي برضه بتخلينا نقول ايه طب وبعد كده نعمل ايه؟ برضه بيقولوا بعد ده كله تعمل بونسيتي، برضه بعد ده كله نعمل بونسيتي. طيب حتى لو الموضوع كبر في معظم الاحيان بيتصلح سلمي، بس ما زال فيه زي ما قال دوبس نفسه ميتيو في الريكارنس في الريفيو بتاعه اللي عامله، ان البونسيتي بيحصل ريكارنس في بعض الاحيان وصلت ل 41%، يعني ما زال لسه في رول ان يبقى في فيلير. في الفيلير ده برضه هيفضل نفس المشكله، الكومنت بتاع بونسيتي بيقول ايه؟ طيب انا بشتغل فيه تحت السنتين، وابتدي الناس تفكر طب ليه مش فوق السنتين كمان؟ هذا الكومنت ابتدى يظهر، وابتدى الناس تقول رغم كده بيحصل ناس تروح للبوست ميديا ريليز. بيحصل الناس تروح للبوست ميديا ريليز، بس هنا ابتدى نقول طب البوست ميديا ريليز اذا كنا هنروح له طب وحصل فيلير يحصل ايه؟ برضه هم نفس الكلام بيقولوا بوست ميديا ريليز، وسمعنا الكلام بتاع الاكستنسيف بوست ميديا ريليز. يعني في كل حاجه ما فيش ليميت، حتى هذا الوقت ما كانش فيه ليميت. Anyhow البوست ميديا ريليز يعني ما يصلح الجراحه هو الجراحه، والجراحه أسوأ ونتيجها أسوأ من اللي فات أسوأ، وبالتالي ابتدى يدي ده اهتمام للناس انها تفكر في طب ليه مش بونسيتي تاني؟ طب ما ارحم من ريبيتد بوست ميديا ريليز. وابتدى التفكير في هذا الامر يجرنا لحاجه ثانيه، ان الريبيتد سيرجري أسوأ حاله من ان انت في بعض الحالات انك تسيب العيان زي ما هو، يعني تسيب العيان وهو فيل من بوست ميديا ريليز انك تعمل له ثاني بوست ميديا ريليز، يعني بعض الاحيان. وبالتالي ابتدى الناس تبص طب في حلول ثاني غيرها؟ حاجه من اثنين، يا اما بتعمل بوست ميديا ريليز يا اما بتخش على الكونفشنال سيرجري اللي فيها بوني بارت، والبوني بارت مش بوسبل في السن ده، انت بتتكلم على 4 5 6 7 8، يبقى ما ينفعش هذا بالاضافه لاشكال ثانيه من الممنوعات. ظهر في هذا الوقت، ما كنتوش انتوا بقى اعتقد لسه شباب، ظهر في هذا الوقت في السنوات بتاع الثمانين اليزاروف، ظهر ايه؟ السيركلر فريم بتاع اليزاروف، قال انا اخش في الحته اللي هي ايه؟ بتاع جري زون، انا بسميها جري زون، اللي هي لا كان احنا في الوقت ده بنقول ايه؟ في 84 وفي 80 والكلام ده بنقول يا تستنى لما يكبر وتصلح له رجله بتريبل، يا اما تعمل بوستر ميديا ريليز. طب حاجه ثانيه؟ مفيش. طب هتفضل تعمل لما ايه؟ ويفضل رجله معوجه معوجه لغايه ما يعدي والبون بتاعه يكتمل، بعدين تعمل له تريبل ويبقى حليت المشكله خالص. فهذا الوقت ظهر الايرا بتاع الزاروف، وفي تقريبا نقدر نقول في 84 ابتدت تتكتب على استحياء ان في حاجه اسمها ديستراكشن هيستوجينيسيس عشان يصلح البوست مانجمنت بتاع سواء كان الكايت وقتها، ما كانش البونسيتي اتشهر خالص بالمره في 84 والحدود دي، ولا يا ترى نعمل ايه؟ حاجه ثانيه غير كده اللي هي البوني والكونفشنال، وده اللي لازم بعد ما يبقى البون ماتيور. اللي ظهر برضو كان برضو كالعاده الناس العلماء مش كلهم بيتشهروا كويس، برضو في سنه 50 نفس الوقت اللي كان فيه بونسيتي بيشتغل في بونسيتي، كان صاحبنا ايه؟ اللي ظهره شغال بيقول ليه الهيستوري بتاع الديستراكشن هيستوجينيسيس ان هي تخش في اللعب. وبالتالي بنقول ان في الوقت ده اللي احنا فيه النهارده حاليا بقى عندي بونسيتي از اجرين بارت ومينيمال انفيزيف تكنيك، وبرضه بنعتبر من وجهه نظرنا في هذا الوقت وحتى الان ان السيرجي بتاع الظرف
برضو مينيمال انفيزف تكنيك، لان انت ما بتفتحش خالص في هذا المشكل اللي انت موجود زي ما انت هتشوف في الحالات بتاع الايه السيفيرلي كونتراكتد سمول فوت، عشان تصغرها اكتر من كده. وبالتالي بقى عندنا اثنين ممكن نتكلم فيهم في هذا الوقت. ابتدى يظهر عندنا، هنعجل بسرعه شويه، الكلام بتاع جريج ودوبس. دوبس ابتدوا يقولوا طب احنا بنعمل عمليات في تسديد سوق، طب ما نجرب، وابتدوا يجربوا. الكلام ده مش بعيد قوي، ده في سنه 2008، يعني حوالي من 10 سنين، وابتدى عملوا بريليمينري شغل جديد. الهيستوري بتاعه او الفول اب بتاعه كان شورت، حوالي سنه ونص سنتين حاجه زي كده، ونشرها في الانديان جورنال اوف اورثوبيديك، وكانوا سعداء بالنتيجه وقال ان هي 100%. بس طبعا كان في شويه بعض الملاحظات، تو بيشنتس بس بيرزيستنت، بس كانت مبشره، بحيث ان برضه واحده اسمها مونيكا في عدد حالات اكبر بكتير، حوالي يمكن كذا و70 اعتقد حاجه زي كده، وخلص من النتيجه ان prior to extensive soft tissue release تاني should not immediately repeat postal media release تاني. فكر في ان انت تستخدم الايه؟ وابتدى يشتغل. اسمها ايه دي؟ مونيكا دي عملت برضه حالات كتير، اعتقد فوق 60 70 حاله. وبالنسبه للايدج، انا سمعت المحاضره بتاع الدكتور عبد الخالق، وفعلا في ناس حتى وصلوا بالسن في بعض الحالات ل 19 سنه، ده واحد ايراني برضه عامل بيبر، يعني في مجموعه من البيبرز ابتدى في جرأه شويه على اننا نتخطى السن، قالوا ان في معظم الاحيان مفيش خطوره، على الاقل انت ما زودش الامور سوء بايه؟ بالبوست ميديا ريليز ريبيت ريبيت ريبيت. وما زال الان النهارده انت عندك هتعمل طيب بولسيت لامتى؟ مفيش ليميت. هتعمل بوست ميديا ريليز لامتى؟ مفيش ليميت. انما الفاينل هيبقى يا اما اللي ظرف غالبا، يا اما التريبل او البوني بارت. يبقى بالتالي بالترتيب هنوصل، عشان التفكير ما يبقاش مزعج بالنسبه لنا كناس بنفكر، الاول احنا بنحاول البونسيتي، لو ما نفعش بونسيتي ما نفعش بونسيتي، طول ما احنا واصلين 2 3 4 وصلنا كمان ل 5 6 لغايه ما تلاقي ريزيستنس، هتفرمل وتفكر في ايه الحدود؟ يعني خبره، تسال حد، شوف وتتابع، ما فيش فيها جايد لاين لحد عارف من الاساتذه او الزملاء وصل حاجه او عنده فكره يبقى يقول لنا ايه الاخطاء. نفس الشيء بالنسبه لي هخلص من ده وازهق، طيب او الخيار الثاني بوستر ميديا ريليز، بوستر ميديا ريليز وفيل، بوستر ميديا ريليز ثاني، طب والامتى؟ برضه ما فيش ليميت، غير ان انت تلاقي ما انتش لاقي حته تحط فيها المشرط، اعتقد هذا ممكن يكون الليميت بتاعه. وبالتالي بقى في الاخر يبقى عندي ايه؟ يا استنى لغايه ما يكبر واعمل تريبل، يا اما اخش بالايه؟ بالظرف في الجري زون، خصوصا في تحت الثمان سنين 4 5 6 7 8 و2 و3 في الجماعه اللي اتعمل لهم بوست ميديز مرتين وثلاثه، انت ممكن عند ثلاث سنين حتى تعمل ايه؟ وبالتالي شلنا خالص البون لانه ما بقاش يناسب، وشلنا البوست ميديا ريليز، واصبح عندنا كونسيبتي ثاني للفيلد مانجمنت تكنيك والظرف في هذه الاريا اللي موجوده، ونعتبر انها ليت سيرجري في بعض الاحيان، مش هنتكلم عليها، هتاخد مننا وقت. ابتدينا نعمل استادي في الحاجات دي، وخلاص كترت الحالات واصبحت ويل استابليش بالريزلت بتاعتها، واتنشرت في البيبر. وناخد حاجه بسرعه يعني كده على اساس الشكل بتاع البيبر دي، يعني دي الكونف يعني الكونفرميشن بتاع البيبر، مش مشكله لما تيجي الحاله نتكلم في شرح الايه؟ الستبس بتاعتها. كستبس الريزلت بتاعتها كانت معقوله وكويسه، بنحكم عليها اكوردنج للبيشنت ساتسفاكشن، بلانت جريد، في بين، رينج اوف موشن، ريكارنس، والوير بتاع النورمال شوز. الكومبليكيشنز الموجوده موجوده زي اي حاجه بتاع الظرف، زائد مشاكل السوفت تيشو كمان بالمره، زائد ان غالبا بيبقى بون صغير بتاع السوفت بتاع الطفل بيبي، بيبقى فيه كات ثرو وايرز، بيبقى فيه انفكشن، السوفت تيشو بقى تعبان. بس كل ده لا يقارن بالنتيجه الاخيره، ان انت عندك بدل ما في سمول فوت وبتلعب فيها في السوفت تيشو اللي اساسا خلص زي ما هنشوف، انت بقى عندك بايلاترال، خصوصا لو بايلاترال فيت، لو بايلاترال فوت انت بتلاقي الفيت الاثنين مقاس واحد في الجزمه، وده شيء نعمه يعني ان العيان يوصل له في الاخر بدل ما يشتري جزمه مقاسين مختلفين. ده عيان اهو برضه هناخده كاكزامبل بسرعه عشان ما ناخدش وقت الاخرين، هتيجي صور اوضح لحاله ثانيه. زي دي مثلا الحاله بتاع نشوف السكارز طبعا عشان نشوف، هي دي بايلاترال، وحالات بتبقى بايلاترال برضه بتلاقي بايلاترال بنفس السيرجن، واحده استجابت والثانيه لا، زي دي بايلاترال ورجل استجابت وكويسه وجميله وماشي عليها مفيش شكوى، والثانيه بالوضع اللي احنا شايفينه، وشايفين الكالوزيتيز واكواينس وكيبو فيروس كانها لسه مولوده بهذا الديفورمتي وماشي عليها، والاحوال
طبعا حلقه زي دي. طب هنقول الكونسيبتي تاني، والله ماشي الناس قالت كونسيبتي، ممكن نخفف بيها على الاقل الديفورميتي. بس في احيان كثيره برضه انت بتلاقي العيان بيقول لك ايه، انا عايز سيرجري واخلص، انا جربت الجبس ده كتير. غير كده احنا في هذا الوقت احنا مقتنعين بان البون اذا كان انا بحله بان انا ما افتحش الجلد فيعتبر مينيمال انفيزيف برضه زي ما بتوع الكونسيبتي ابتدوا. زائد ان الاستادي دي كان قبل ترايل، النهارده لو بفكر هعمل ترايل زي بعضه كونسيبتي مش هيقدر حاجه، ما جاش يبقى اخش على اللي ظرف، ودي النقطه اللي المفروض انا افكر فيها حاليا لما يجي لي حاجه. احنا بنلاحظ طبعا ان ده مكان المشرط القديم، وابتدى يحصل يرجع ويطلع لفوق بمضي السن لما الطفل يكبر، وبيسيب المكان بتاعه عشان انا احط تاني مشرط تاني وتتكرر المشكله. وطبعا السكارز والسوفت تيشو ديزنس والكلام ده دي كلها طبعا الكلام اللي الناس اشتغلت في هذه المنطقه عارفين اللي بيحصل. ده بعض الشغل طبعا بيبتدي حطينا الليزارف كونستراكت فوق وبعدين كونستراكت تحت، بياخد شكل الديفورمتي، ديستراكتور من جوه ومن بره كونستراكتور، وديستراكتور من فوق وديستراكتور من ورا. عمليه شويه ما فيش وقت حاليا، يمكن في الورك شوبس تشوفها بالتفصيل، لو جاء وقت دلوقتي مش عارف ان لحقتها ممكن اري حاله بالتفصيل. لو العيان ذكي ممكن اول ما يبقى بلانت جريد يبقى زي الطفله دي، حطت ايه كاشن هوم ميد، جابت كيس جلابيه كده وحطت فيه قطن وبتاع وبتعمل ويت بيرنج بره. طبعا بيحطوا هنا عواميد وعليها كاوتش كان انت ماشي لابس جزمه كعب عالي، يعني حاجه مستوى تاني. انما ده عندنا في مصر لا، هذه الامور كما نرى. برضو لما يحصل بريشر كانت ذكيه انف ان هي تحط ايه كارت، ايام ما كانت التليفونات الكروت بتاع التليفونات دي كانت زمان برضو من 10 سنين كانت الكروت دي كارت كده زي الاي دي زي الرقم القومي كانت زي الالومنيوم كده يعني. فده حطيته عشان تحمي رجلها. برضو لو العيان تيجي بنفك الكاست وبنحط بنفك نشيل الجهاز ونحط كاست، وده بيبقى شكلها اللي هي قبل. وطبعا لو نشوف شكلها طبعا كان شيء مزرب بالنسبه لها، معرفش هيشتغل ولا مشتغلش الفيديو. طبعا السن زي ما احنا شايفين السن اللي هو بتاع 5 سنين تقريبا، عشان تقول للواحده 6 سنين هتروح المدرسة كده صعب طبعا. وفي نفس الوقت كان قبل الإيرا إننا نعمل كونسيتي، الكلام ده مثلا في سنة 2000 ولا 1900 وحاجة، قبل عشان تقول ده تعمل كونسيتي ما كانش أساسا في الوقت ده كونسيتي حتى كمان طلع. ده رجلها قبل وبعد. حالة تانية ده سن أصغر شوية برضه بايلاترال، وبيتعمل بنفس السيرجن الرجلين الاثنين، واحدة بتعدي وتبقى حلوة جميلة بوستر ميديا ريليز بعد فيلد الكايت ميسون بتاع زمان. بعد ما فيلد اتعمل بوستر ميديا ريليز، فيلد بوستر ميديا اتعمل تاني بوستر ميديا ريليز، فيلد الثالثه اتعملت وفيلد وخلاص وجايه بعد الثالثه. فالسمول فود الحل في هذا الوقت، والكلام ده من حل 15 سنه، الحل في هذا الوقت يا اما تتدخل وتعمل بوني، يبقى الكلام ده بعد 8 سنين، يا اما في هذا الوقت تعمل بوستر ميديا ريليز، يا تسيب الطفله ماشيه زي ما هي كده بالانفيرتد فود بالشكل ده عشان كل شويه، رغم ان ملبسينها جزمه برقبه انما عند ما تقف في الارض على طول بتقلب، رغم ان الرجلين كانوا زي بعض. فهذا الوقت برضو مع هذا السن الليزاروف كان تدخله رائع وجميل جدا برضو في السكارز العنيفه الشديده، ورغم الجهاز الصعب الشديد ده، انما العيان نفسه رغم ان هي طفله اول ما بتلاقي رجلها بتتعدل البنت نفسها مزاجها بيتعدل، والاسره كذلك كلها مزاجها بيتعدل. كونستراكت صعب بس انا بفضله عن كونستراكت كثيره خفيفه لانه بيتحكم، والبين عند العين بيبقى اقل شويه، بالاضافه ان بيديني مانيبيلتي لحاجات كثيره اشتغلها وبيحقق نتائج في وقت سريع، بحيث ان العمليه كلها بتاع التصليح في بعض الاحيان ما بتاخدش اكتر من 3 4 اسابيع، من شهر بالكثير. وده مفيد جدا بالنسبه للاطفال لان الوايرز لما بتقعد شويه كتير الوايرز بتبقى صعب قوي ان انت تحافظ على، اول ما يحصل لوزنينج الجهاز باظ العمليه باظت خلاص، اول ما تاخد تصليح مناسب ليه شيل وحط الكاست. الدنيا بعد كده بتبقى مختلف خالص والطفل ما يحصلوش مشاكل. يوم ما بنفك طبعا بنلاحظ الرجل صابل، بصبعك حتى بتحركها كده ببساطه سيمبلي وبتعمل الكاست، ومع الاطفال وبرده هايبر كوركتد، ومع الاطفال احتياطي بعد ما بنشيل الليزاروف بنفك الكاست، والكاست برضه يا ريت نشقه لان في بعض الاحيان بيحصل مشاكل بوست ديما
بعد ما نشيل الازار بيحصل شويه اديمه برضو من ضمن الشغل لازم نكون حريصين فيها. العينه دي برضو كانت يعني انف متابعين كويس بحيث ان كانوا كويسين قوي في الجزم وفي الحاجات الاورثوتكس والكلام ده كانوا ممتازين جدا. المتابعه بتاعتهم في الاب في السن ده هنشوف فضلت تتابع لامتى، لان في بعض الناس ربنا بيبتليك بيهم صعب جدا زي الولد الاولاني ده اللي فضل لما اتصلح على ما يتصلح فضل النص الهاف رينج ما بيجيش في الارض لما دخلت وبقت في العظم. يعني احنا دخلت في العظم بعد ما شلناه والعظم فيه جروب، غير البنت الذكيه دي او غير الست اللي ايه بنت الناس اللي عندهم فلوس زي دول اللي كل ما نقول لها ده في الفول اب بعدها بثلاث اربع سنين مثلا، هم ناس حريصين قوي يعني هنشوف حتى صورتها في فول اب. ده السن اللي اتعملت فيه سن يعتبر ثلاث سنين تقريبا، وبرضه الفول اب بتاعهم كانوا ملاحظين وماشيين كويس لغايه ما دخلت المدرسه. برضه فول اب هنشوف حاجه غريبه لغايه ما بقت تلعب حتى كاراتيه ولا جودو. السن بتاعها طبعا فولي اكتف. فاحنا ديسكشن بنقول برضه هنفضل المشكله بتاعتنا البوست روميديا ريليز والكونفشنال سيرجري ساتسفاكتوري في الحاجات اللي هي شويه نقول معظم الكومبلكس. طيب وفي بعض الحالات مش مشكله. ونرجع نكرر باختصار اللي فات كله، نقول بونسيتي في لغايه السنتين، بونسيتي حتى في الحالات اللي احنا عملناها بالاليزار على لو عسى تيجي بالسلم، ان لم تيجي بالسلم على الاقل يتبقى عندي ريلابس بسيط تتصلح بحاجات مينيفال انفيزيف سيرجري، شويه سوباينيشن، شويه جواينس، شويه كل ده مقبول. يبقى النهارده نخش في ان عندنا حاجه اسمها ايه؟ حواديه كده نقف عندها، ايه هي؟ البونسيتي ات اني ايج، اوكي حتى الان، واللي يعمل يقول لاخوه خبراته، انما على قراءاتي انا ده عملته فعلا بعد ما الكلام ده ابتدى يتنشر عملته وفي تحسن، بس مش جريء ان انا اعمل فوق السبع ثمان سنين، مش جريء. وبعمل فوق السبع ثمان سنين عشان لما يبقى فيلد معايا اعمل له اليزاروف، مش هعمل له بوست روميديا ريليز. وده خلاصه الايه؟ الايديا عامه بتاعتها. برضو بكرر تاني كملخص عشان بعض الزملاء الشباب، بونسيتي، وقبل ما اعمل بوست روميديا ريليز اعمل بونسيتي واسال زميلي واعمل اشعه تاني مظبوط ومش مظبوط، واخر مساء خالص اعمل بونسيتي لغايه ما اقول انا همد ايدي بالمشرط، لان لو مديت ايدي غلط هعمل بوست ميديا ريليز، وبرضه لو حصل وغلط برضه هعمل بعد البوست ميديا ريليز هعمل تاني بونسيتي، بس الامتى مش عارفين. وبنخش بالظرف كل ده في الحته بتاعت من 2 3 4 5 سنين لغايه 8 سنين لغايه ما نوصل للبون. ارجو اني اكون وصلت الرساله بتاع هذا اليوم. نشكر استاذ الدكتور محمد فاضل. ممكن نسال سؤال واحد؟ تفضل. اه اتفضل. ريكارنس بعد اللي زاره. والله جيت لحق يعني الريلابس في حاجات قليله